بعض الناس تجده في يومه وليلته مع هذا الجوال، يقلب في المواقع والمنتديات، يقلب في الصفحات على القصص والحكايات والمضحكات والمسليات، لكن ما حالك مع القرآن؟ هل فتحت كتاب الله في يومك وليلتك؟ كم قرأت من القرآن؟ عمرك هذا سوف تتندم عليه، ساعاتك سوف تتأسف عليها في وقت لا ينفع التندم، أن تقول نفس يا حسرة على ما فرط في جنب الله، ويقول يا ليتني قدمت لحياتي، ويتمنى الرجعة، يقول رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا، فإياك أن تضيع عمرك، إياك أن تشغلك هذه الأجهزة وهذه المواقع. تقرأ صفحة من كتاب الله، الحرف بعشر حسنات، مئات الحسنات، آلاف الحسنات تكسبها في دقائق يسيرة. وأما عندما تتصفح على الصور، صور النساء، أو تسمع المحرمات، أو تنظر إلى الحرام، تكسب إثماً، تكسب جرماً، ربما ترسل رسالة فيها حراماً فتتحمل إثمها وإثم من وصلته وإثم من نقلها، ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة، ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم.